مرة يجي Creative Mornings. ما شاء الله تبارك الله. أهلا بيكم. ما شاء الله أهلا بيكي. تحياتي ليكي. متى وصلتي؟ طيب جيتي مخصوص جيتي عشان Creative Mornings؟ لا 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 لازم صفقة. يعني جدا مفرح. طيب نبدأ بإيش؟ نبدأ ب كيف الآيس بريكر تاك؟ إيش كتبتوا؟ إيش الكرافت اللي تبدعوا فيها والصنعة؟ أيوه؟ Work with modeling. طب صنعة تحبوا إنكم تكتسبوها أو تجربوها؟ Drawing. That's nice. Okay. Hello. طيب أبغى أبدأ بنشكر Vibes Offices دائما ما شاء الله يعني بيستضيفونا شكرا Vibes شكرا لنستلي وشكرا اليوم لمد كافي معانا وزلال فلاورز وأحب أشكر الرعاة الجلوبال بارتنرز أدوبي وميلتشن ووردبريس احنا رقم 137 في العالم فلو رحتوا مدن ثانيه حتلاقوا Creative Mornings الرياض حيبداوا ان شاء الله الشهر الجاي رقم 188 فايوه اذا رحتوا الرياض ان شاء الله حتلاقوا Creative Mornings الهوست هناك لما بتصدقين واحنا الثيم هذا الشهر كرافت من مومباي كل مدينة تختار لكل شهر ثيم واخترنا أمل الحربي لأن الثيم يعني مرة ماشي أمل غني عن التعريف وجدا جدا سعيدين ومحظوظين إنك اليوم معانا تحية لأمل أهلين أنا أمل بس كنت قاعدة أعد الحضور أنا صراحة حاولت كثير جدا يعني احتراما للمشاهدين لأن أنا في السوشيال ميديا صراحة ما أحترم المشاهد حاولت قد ما أقدر إني أحط يعني بوينتس وهايلايتس عشان أتكلم فيها لأن أنا من النوع اللي ينقز من موضوع لموضوع لموضوع أنا الباك جراوند حقي جدا جدا فقير جدا فقير على جميع الأصعدة يعني ابتداء من التعليم حقي كان فري اديوكيشن وكان يعني مدرسة ما أدري إذا انهدت الآن ولا جاني صرت بالاكتئاب من الصف الرابع الابتدائي والسبب كان لأني كنت أعتقد أني عندي قدرات خارقة واكتشفت طبعاً أن إحنا بشر يعني فمن هناك بدأت رحلة رفض للواقع تماماً يعني ما كان يعني لو كل المدرسات اللي أعرفهم في حياتي قابلوني اليوم ما حيصدقوا انه انا طلعت هذا الشيء اللي اخيرا يمكن هذا الانجاز الوحيد في حياتي هذا الشيء ما كنت اتخيل 1% يعني انا يعني مسج ما كنت اعرف اكتب الشخص مسج حتى اقول له سوري انا ما حقدر اجي او يعني ما عندي فهذا الشيء خلاني اكتشف شيء مره عجيب انه مؤمنه ان داخل كل انسان جوهره موهبه ومحترف فيها بس هو مو لاقيها طبعا ما حنرجع لموضوع ان احنا في عالم سريع وتكنولوجيا وما في وقت بس هذا حقيقة احنا ما احنا عايشين فما اعرف يمكن انا لانه صارت لي عزلة اجبارية بديت كنت في مرحلة علاج والدكتور قال لي اعمل اكتب قصة حياتي طبعا انا بديت اكتب قصة حياتي وكان في نهاية طبعا باللغة العامة يعني مع الوقت أذكر هنا في صديقة عزيزة قد رفترتها وكان معايا أول درافت أنا كتبته وهي حبيبتي يعني ابتسمت ابتسامة صفرة وقالت لي يعني يا عمل حسيت أني كنت حتقع في البحيرة وقتها ما رجع
توجهت واستمريت اكتب اكتب، وفجاه في يوم كذا انا كل الاشياء تصلي بالصدفه، كل شيء في حياتي بالصدفه، يعني ما تتخيلوا كيف. فكنت قاعد اكتب وفجاه حسيت لا اي حاجه صدق، انا اتصلت على اخواني قلت لهم تعالوا بسرعه، طبعا ما حد جاء. فطلبت من اهلي 3 سنين انه يتركوني ما اسوي ولا شيء يعني، بس يجيبوا لي حق بقيت دخاني ويسدوا فاتوره جوالي وشكرا يعني. في شيء ثاني، انا I'm proud to be a recover addict. انا عقد كامل من حياتي ضيعته ما انساه، يعني ما اتذكره. العشرينات يعني انا الحين اعتبر في الثيرتيز، انا في الفورتيز فعليا. عقد كامل انا ما اتذكر منه شيء، ما اعرف منه شيء. طبعا دور الضحيه يعني كان اسهل دور في الوجود. اليوم انا اعتقد صار في عندي نوع من الفراسه، اطالع في الشخص اعرف اللي تلقى صفعه من الحياه ولا لسه ما تلقى. لانه اليوم اللي انت تقدر تتكسر فيه الشماعات عندك وتبطل تقول فلان 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 فلان، تاشر على نفسك، هنا اعرف ان انت بديت تكسر الدينايل عندك. لان في شغله، لو كل واحد wants to victimize himself له كل الاحقيه، لانه في الواقع احنا victims. لانه جينا في مكان تصحى من النوم الوجود يصفقك بس مشتغل، بس how to look at it. فأي أحد ما أحب النصائح، ما أعطي النصائح بس عن تجربتي، أي أحد استل ما فاق من موضوع أتعمد لي حصل لي لسه، وكل ما مشى العمر كل ما صار الموضوع أصعب وأصعب وأصعب. يعني أنا نفسي أسوي شركة يا جماعة، أجيب بس ما أعرف كيف أقولها اجتماعياً. عندك شخص في البيت تحط له كاميرات افريوير يصوره 24 ساعة ويتفرج على نفسه عشان يتكسر انكاره. اشتغلوا على انكاره يا جماعة، انا اقول لكم يا شيء جدا خطير جدا خطير. انا بس ترى انا عندي عقدة نقص عنيفة شديدة. ملابسي عندي ملابس بس ما عندي دولاب حقيقي. اللي خلاني أقول هذا الموضوع إنه وجدت الشيء الوحيد اللي ممكن يشبعني أنا من جوا أمل، إني لو قدرت أنقذ روح واحدة بس. لو كل واحد فينا قدر ينقذ كني وعظ وإرشاد، بس معلش ننقذ روح واحدة. ليش يا جماعة؟ أنا بصراحة مؤخرا بالذات جدا، أنا مش من سكان جدا، طيب نقلت. وحقيقي في البداية صرت أكذب طول ما أطلع من البيت، أنا شغالة أكذب، أعمل كيف الحمد لله أنا في أفضل حالاتي، الدنيا جنة. لأن لو ما أنت إيجابي كل تبن وخر. سوري أنا نفسي وخر يا جماعة. هذا من متى قسمنا الناس بالطريقة هذه؟ This is too much. والله العظيم you're affecting my growth. ليش أنا أنت نبت وحصب عليك مويتي معدنية ولا إيش؟ إيش مشكلة أنا؟ I don't feel my vibes. فأنا أتمنى شوية يعني ما أدري يا جماعة. في شيء اسمه العجز، والله العظيم أنا إنسانة عاجزة الدرجة. أنا الحين أخذ 4 أنواع أدوية، أخذ مود ستابلايزر، أخذ أنتاي سايكوتيك، أنتاي ديبرسنت، وأخذ نسيت والله، هذا من أثار الأشياء. المديكيشن هذه just to make me إني أقدر أصحى وأطلع من فراشي. فقبل فترة في يوم لما جيني نوبات اكتئاب حادة، طبعا أنا كل مصايب قلت لكم عم ريكفر أدكت بلس أنا عندي منتل إلنس. في واحدة من النوبات الحادة قررت أروح على ER طوارئ مستشفى وأنتحل هناك. قلت أمل على الأقل عملتي كوز وتركتي مسج إن حولنا ناس كثير تعبانة بس ما في أي تقدير، لأن أنت مو واضح عليك الموضوع. فموضوع المنتل إلنس
بدأ الآن بدأ يصير في مبادرات وأنا شفته في كثير وحاجة، بس هو إحنا مع بعض بين وبين بعض. يعني العجز النفسي، يعني أنا كان عندي دواء غدة، من كثر ما أنا حاسة بعجز أصحى كل يوم الدواء جنبي أطالع بكرة حاخذ. أنا عشان أتعرف عشان أجي اليوم الساعة 11 أسبوع كامل البيت استنفار، مين حيصحي أهل، مين حيقومها، وصلت نوموني ساعتين. ففي ناس صعب عليه إنه يقوم يتحمم، يقوم يلبس، يقوم. صدقوا مواضيعنا قديمة صباح نقلبها فرفشة شوية. لا بس جماعة والله الحياة صايرة بصراحة. أنا أقول لكم يا شوفوا، أنا هنا كتبت في الكرافت I do writer I want to try this حقيقي. لا سوري أتراجع. فما أدري صار أحس بغربة، حقيقي أحس بغربة. أحس إنه صار في empowerment قوي وفعال، بس قوي مع قوي. وفي فئة كبيرة جدا 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 ما حد، يعني حتى لو هو رافع يده ما في أحد بيسحبه. يعني الامباورمنت نبغى نعمل بالانس شوية بين بعض. إيش الأشياء اللي تساعدني في حياتي بصراحة؟ للأسف زمان كانت المخدرات، والحين أبدا أبدا أبدا. أمن أكثر الشرور الموجودة على الأرض الدرايكس، خذوها مني. يعني لما فقت بعد عقد كامل من زمان كان كفيل بتعقيدي، بديت أحد كل القناعات القديمة اللي كانت موجودة عندي. كانت عندي كثير قناعات مغلوطة، هديتها وبعدين صراحة كسلت إني أبني قناعات. فانجرفت مع التيارات، ما بقي تيار ما مشيت معه. فعشان ترجع تبني قناعات جديدة، تخيلوا إنه أنا اليوم قاعدة أخذ كورس أونلاين في دكتور اسمه جو ديسبنزا، ما أدري إذا قد أحد سمع عنه قبل كذا. فتخيلوا إنه أنا اليوم قررت أغير المايند سيت حق مخي، بس أنا خايفة مرة أصير إيجابية وألبس وردي مرحبا يعني. ما أعرف صراحة، استحيت شوية بس أعطني. طيب شوفوا، أنا دائما أذكر آخر مرة أنا دخلت مصحات مرة كثير في حياتي، يعني وفي كذا بلد. أذكر وأنا طالع من قعدت 9 شهور وأنا طالع، قالوا لي إيش تبغى تعمل يا أمل؟ قلت له أبغى أكون أن إكزامبل، على الأقل يستفيد منه، أبغى أكون إفراز حقيقي من الحياة. سقط من عجلة التنمية وما لقى له مكان يرجع فيها، أنا أبغى أكون هذا الإفراز على الأقل. We have to ما أحب كلمة we have. والله الميكروفون هذا يعني مو مرة أن لازم أنا أحس أن من أدوار الفن أنه يعكس الرياليتي. أبغى أكون شيء حقيقي في زمن إحنا الزيف. ترى يا جماعة الحين أنا لما أمسك الجوال ترى غصبا عني يكتسيني زيف 20%. أنا ما كنت أعرف إني مشهورة، أنا رحت الرياض صرت أمشي كذا، عرفتي؟ أسوي كذا أسوي غصبا عنك، يعني أنا غصبا عننا. فودي إن الرياضيين كنت تصوير. فودي إن يكون في إفرازات حقيقية نقيس عليها. إحنا عايشين الأم والأب كأنهم في مدرج كرة، هذا وأنا قلتك بحكي علمي أنا مرة أسفة، كأنهم في مدرج كرة ينولد الابن ويقعد يشوتوا يمين يسار فيه عشان يدخلوا في الجول اللي هو إيش؟ الكوشة. فلازم نلمع الواجهة الاجتماعية، لمع واجهتك الاجتماعية عشان تلقي لك واحد تتزوجيه. يا جماعة إحنا 2018، خلونا نغير. ليه ما نغير؟ احنا نغير. اوكي انا ما عندي عيال وربي رحمهم، بس عايزين لمتى تلميع لمتى. ومو اقصد ان الواحد يطلع طريقه يطلع خبل، اوكي بصراحه انا احس فيه شويه خبال، بس انا ما يطلع. يعني I just want to be true، يعني هذا اقصى طموحي انه to be
تكتبوا. في أشياء علمية حرجع لكم اللي هي الذرات ونظرية الفوضى. الشيء الحلو اللي تعلمته في حياتي اني ما احكم. ليش؟ الحين احنا طبعا مو من كيسي هذا، مصنوعين من ذرات، اوكي؟ واي محيط انت تكون موجود فيه تتفاعل ذراتك معاه وتكتسي نمط معين لا شعوريا. فالناس اللي انت ممكن تأشر عليهم اليوم بعد فترة حتكون انت تقريبا زيهم. عشان كذا كل فترة أنا أحب أنعزل، أدعك نفسي كثير، يعني أحاول أرجع ذراتي زي ما كانت. لأنه يا جماعة التيارات جارفة، التيارات جارفة، والواحد ما هو عارف وين يروح. طبعا ما حندخل في الرأسمالية والأشياء هذه. في شيء أنا وجدته، هذه من تجربة. أنا أؤمن أن الأهل يبنوك من جوا، تمام؟ في ناس بدقة وعناية تم تربيتهم، تشطيبهم تلقاه في إلا 5 نجوم كذا. في واحد الضوب مفتفت، في واحد ضوب ناقص أساساً. فعشان أنت تعمل، والله حلو الواحد يتحرك يحس إنه في ستيج، عشان تعبي الفراغ الداخلي، أنا لقيت طريقة واحدة. تعبئة يومية مؤقتة، متى ما أحس أنها بدأت تقل أقوم أرجع البيت عشان ما يعني I collapse somewhere. لقيت طبعا أسخف أنواع المواساة، حب نفسك وحب الحياة، حب نفسك وحب الحياة. وجدت أن أساس الحب الاحترام. بديت أحترم نفسي. كيف قدرت أحترم نفسي؟ صرت أمينة لدرجة غبية. يعني مثلا مرة كنت في مكان أمي قالت لي قولي له إذا تبغى تطلع من عندهم قولي له الحمامة طارت وأنا حاجة أشيلك. في الليل في الرفلكشن قالوا لي ها مين عنده حاجة ما قالها؟ قلت أمي قالت إذا الحمامة طارت تجي تأخذني ساعة أفل أمل أفل. فصرت حقيقي لقيت احترام النفس بالأمانة. هذا الشيء الوحيد اللي قدرت أعبي نفسي في يعني. وأوف لو مقاعد هنا قسم بالله ما حتخبر شهر. طيب في شيء ثاني. أيوة. أي أحد يعاني نفسيا، تمام، ومتردد أنه هو يلجأ لطلب المساعدة، أنا أقول لك كل ما كان الوقت أبدر كل ما كان أفضل. لأنه إحنا الناس اللي عندنا mental illness ترى نعيش حياتنا يا مضاعفة يا منقوصة. يعني تلقاك نص السنة عايش ونص السنة لا. كل ما كان التشخيص أبدر كل ما كان أفضل. ففي صاروا في دكاترة كويسين. يعني ترى مرة مو عيب أنك تطلب المساعدة. وأنا أمولك to help أي أحد في هذا المجال. وأتمنى إن شاء الله الشيخ روزانة هنا كمان نقدر يعني موضوعين من تشرين حالياً. يا جماعة الخير أنا أجزم أن في كل بيت يوجد مدمن، أجزم. فهذه الآفتين يبغى لها بس نشر فكر أن هي مرض، ما هي قلة تربية ولا هي سوء أخلاق، هذه شخصية إدمانية ومثبتة والإنفايرومنت طبعا يأثر عليها. ماشيين صح ولا الأمور زينة؟ طيب أقرأ لكم بعض من الكتاب؟ أيوة. أوكي. أقف خلف باب غرفتي، أكتم أنفاسي وأضع أذني على الباب. لا أعلم لماذا، ربما أسترق بسمعي القليل مما أصد عنه عادة خلال حضوري. تؤرقني الفكرة، أتراجع إلى الخلف، أنظر في المرآة، تبدو الرؤيا مهزوزة، أقترب أكثر وأركز. في العادة لا أعرفني، ولكن هذه المرة
أتعرفوا علي من جديد. من جديد لون عيني أحمر طان، ربما أسرفت في السهر كالعادة. مهلا، ثم تجولة غير صحيحة، السهر مرتبط بالليل والليل عكس النهار، وكلاهما في تعاقب مستمر. أما أنا فلا أعلم نهاري من ليلي، لا أتذكر آخر مرة رأيت فيها ضوء الشمس، باتت ملامحي مثيرة للرثاء. أتجه إلى الخزانة وأنا أترنح، أبحث عن قطرة العيون، هي لي، أسكبها كلها في عيني كالمحمومة. وإذ تحرقني أعود وأنظر في المرآة، لعلي أجد إحمرار عيني قد خف. ما تزال عيني كما هي، ولكن لا بأس، فالقطرة كباقي الأشياء تستطيع فعل كل شيء عاد ما تم كتابته على الغلاف. نكمل الخلاص. إذا هذا حيكون استغلال في واحدة من البنات، عملت مبادرة خط ساخن للشخص اللي يبغى تكون عنده أفكار انتحارية، فنبغى نشجع هذا الخط الجماعة. وناس التصفيق صراحة، نبغى نشجع هذا الخط الجماعة. خلينا نحطه على السوشيال ميديا بعدها. أوكي طيب، شو اللي أنا أبغى أقوله؟ وهذا إنجاز مستحدث جدا جدا، ما في أي إنجاز حيمليك أبدا أبدا أبدا، هو الطريق. لأنه أنا إنسانة يعني فعلا فعلا كنت عار على الأسرة كلها، فهذا كان أول إنجاز مادي ملموس. It's the journey، وهذا برضو كلام مستهلك بس حقيقي وواقع. اللي الصغار الصغار، آخ أنا أمسك صغار وصفقهم في كورنر. صدقني تقدر تكون أي شيء تبغى، تقدر تكون أي شيء تبغى، بس وخر عن المخدرات، اسمعها مني، يعني أنت في سجارة لا ولا شيء. طيب أحد، خلوني أسألكم، قولوا يس أو نو. طيب هل اليوم في شخص مستعد يعترف انه عنده مشكله عقليه؟ اللي يقول يس يرفع يده. طيب اللي 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 يخجل انه يقول انه عنده مشكله عقليه يرفع يده. طيب هل في احنا، انا بقول لكم شيء، اكثر احنا كمجتمع كمجتمعنا يعني، انا اعتقد نقطه التحول في حياه اي شخص لما ينكسر قلبها، اول علاقه حب تلقيها قلبها مكسور قاعد تصب قهوه لضيوف امها. هل الامهات اليوم عندها استعداد تسمع لبنتها وتداويها؟ الا انت اللي يقول الا يرفع يده. أنت صغيرة ما عندك بنت. أي إن الأمهات هل عندكم استعداد إنه ترى يحتاج ركبر الموضوع؟ طيب. على حسب السؤال، إذا أم أنا رح أسمع لبنتي. أيوة. العكس، إذا أنت أم حسمع لبنتي. أيوة. أيوة. لكن إذا العكس صعب. إنه الأم تكون في علاقة تكون بنتها. أنا بنت. في بعض الأمهات لو نتكلم على عمارنا إحنا أمهاتنا وجيل أمهاتنا، ما هم بالوعي الكافي، بس لأن هم تروا الطريقة غير طريقة، خلاص صعب إن إحنا نحكم عليهم، في جاب كبير بيننا. يعني هي ممكن يعني تدعمك عاطفيا، بس ما حتقدر تقنعك إذا ما بطريقة زي لما تتخاطبي مع دكتورة أو تتخاطبي مع إنسانة عندها باك جراوند أكيد على الموضوع ده بطريقة عجبية. شوفي انا ما قلت لكم قاعدة اسمع الدكتور، يعني انا سعيد بشوفتني ايجابية يفتني. حقيقي اليوم اول يوم في حياتك الباقية، انا اعتقد في محاور كذا مرة واضحة. يعني انا دائما كنت اقول لهم
في هذا اللي يسووها المؤتمرات اللي يجيبوا عيادة طلاب الثانوي ويجيبوا لهم أكثر ناس ناجحين ويقولوا لهم تفرجوا عليهم يخوفونهم جيبوا لهم أشكالي جيبوا لهم الناس اللي سكعت في الجدار. أقول لك عن المنعطفات الخطرة اللي أدت للسقوط في الهاوية يعني. طيب في أحد عنده سؤال؟ تفضل. نفسية وهي ما عارفه ذا الشيء طبعا. وزي امي يعني هي مريضه نفسيه عندها انزايتي وديبرشن وهم هي ما كانت تقتنع في ذا الشيء. احنا يعني تقريبا سنتين احنا نيجي نتفاهمها الطبيب العام ما عندي العلاج ده، نروح عند دكاتره نفسيه تقول لي انت كانت تضربنا وتقول لي انه انت ليش تقول لي امك انه انت مريضه نفسيه وهي اليوم كانت تتعالج وهي اكيد بنفسها تقول انه انا ما يمدي اعيش من غير الدواء. أول شيء أنا أحبك، طيب. ثاني شيء برافو إنها قدرت توصل لهذه النقطة، لأن هذه معضلة عند الأغلب، عند الأغلب. حقيقي. لأنه في ناس لما في أمهات يقولوا لك إحنا ما ناخذ أدوية نفسية عشان حتبعدنا عن ربنا وحتخلينا ننسى الصلاة وننسى الرب والمشيئة. وكمان الضغط يعني في بعض الأشياء يعني مثلا أحيانا الشخص يكون مثلا هذه واحدة من الشغلات اللي أنا شيء يعني مثلا زي الوسواس مثلا والله اللي بالعين هذا يعتبر احيانا مرض احيانا بس انه احيانا يدخلوا اشياء موروثات يعني ممكن تكون دينيه او اجتماعيه انه لا انه انت مثلا ممكن انت فيك مثلا عين ولا ما ادري شو فيرسموها شيء ثاني غير اللي هو الشيء الاساسي زي مرض فهذه اشياء تشرح فيها الجيل إذا طولت يقولوا لي لا تفضل يس أنه الأمهات والأبهات لما الواحد يجي يتكلم عن الدبرشن يتكلم عن المنتل ديزيز ولا حتى الأدكشن it's like تحسيهم they become in denial of the issue they don't wanna ما يبغوا يتكلموا عنه وما يبغوا يعرفوا عنه وتحسي إنه حياتهم تتحطم بس إذا واجهوا أطفالهم ياخذ هذا المنطقة. كذا ليش صعب لما الواحد والوحدة بتعاني والوالدين they can't deal with it. والمشكلة إنه هم كمان جزء من العلاج. هم ممكن يريحوا الإنسان كثير إذا قدروا يفهموا ويتفهموا ويغيروا الثقافة اللي في جواتهم. بس أنا سؤالي لحد الحين محيرني. الواحد يقدر يغير نفسه دائما ويهيئ لنفسه بيئة أفضل. لكن بالنسبة للوالدين كيف الواحد يقدر يحشدهم ويوريهم الواقع الجديد هذا شيء مهم. عفوا بس إذا في أي أحد ثاني عندي وعليه سنودي أقول شيء. أنا أعرف مش الموضوع تقريبا شبه يعني شيء أبدا ما هو سهل. أنا قصدي بس لو قدرنا كلنا وطبعا بطريقة علمية يعني أنا بس ننشر ثقافة بس ننشر مبدئيا الثقافة حتى لو بعد جيل ولا جيلين يبدأوا يستوعبوا إنه أوكي هذا إلنس هذا جيناتك الشخصية الإدمانية تبان من هم صغير. بالنسبة للأم والأب أنا صراحة ما عندي أي إجابة لأنه سبحان الله إحنا ليه نخرجنا من وراهم إذا يعني هم صادقين بس صعب صعب الأم والأب أوقات صعب تفتحي عينهم على واقع أبشع من إنكارهم فsometimes خليهم في إنكارهم وتخيل إن صوتها ظاهرة طبيعية كل الكون قاعد يسمعها معك. أنا أسف ما في أنا في نظري ما في طيب. أنا شوف بس عندي تعقيب بسيط فعلاً التغيير دائماً يكون من الأم والأب أو هم الأساس لكل شيء يعني عنده صوت زي أبوه الصوت طيب أنا كنت بقول على الأم والأب إنه في الأساس هم الأسرة بشكل عام يعني أحياناً حتى الخلفية الاجتماعية والبيئة اللي هم عايشين فيها هي اللي بتنقل شخصية الفرد من هو صغير الفيل. لكن أنا اللي شايفته إحنا أساساً يعني كمجتمع سعودي أشوف إنه إحنا بالعكس بنتجه للتغيير يعني بس تعقيباً على نقطة الحب على سبيل المثال يمكن من وقت طويل وهو كان شيء مرفوض عندنا حتى إحنا ما بنعترف فيه لكن الآن بالعكس إحنا قاعدين بنعيش تغيير لكن مع كل تغيير إحنا يعني التغيير دائما يجي بالتدريج وإحنا طبعا أساسا مجتمع ذاتي تعلم ركز عليه
احس انه انت كيف تكتشف نفسك، او بالاصح انت حتى لما يكون عندك مثلا ميول مختلفه عن البيئه اللي انت عايش فيها، انه انت كيف تقدم نفسك للناس وفي نفس الوقت كيف الناس بتتقبلك. احس هذا اكثر شيء احنا المفروض نركز عليه. بس انا مثلا ما كنت اعرف نفسي انه من ردود الافعال التجارب، انا اعتقد اني كذا وكنت اقول انا كذا وانا كذا، بس تجيك ردود الافعال تعرف مين انت. في حد يقول شيء؟ في اسئله معينه عن الكلمه اليوم او عن الكتابه عن الروايه اي شيء هنا وبعدين؟ انا ام وكان عندي اولاد مراهقين وما زال في، يعني انا وصلت لمرحله طبعا انتقلت من بلد لبلد وظروف مختلفه وجو مختلف، واضطريت انه الخوف دافع الخوف انه اخاف على عيالي انه ادخلوا في بيئه تورطوا في بيئه جديده، الله اعلم الافكار المسبقه والاحكام والتحليل والى ذلك. فطبعا حصل توترات بيني وبين اولادي بشكل او باخر، فلما كنت توصل إلى مرحلة حيد سد كنت أسأل نفسي سؤال، هل هذه العلاقة اللي أنا أريدها بيني وبين أولادي ولا لا؟ هذا حقيقة اللي أنا أتمنى أنه توصل علاقة بيننا ولا لا؟ فأوصل لمرحلة سبحان الله، يعني هو اللي بيقول عقلي يكفن بيشتغل شيء ثاني وتروح لمنطقة أخرى. سبحان الله أنا يعني أسميها أو أعزوها إلى ألطاف الله. فجاني إلهام وسبحان الله هذا الموضوع يتورط معي على مدى حياتي كلها، القراءة الاطلاع ساعد نفسك دائما help yourself. يعني مريم عليه السلام اللي هي هزي إليك بجذع النخلة do something. فبدأت أقرأ بدأت أتلمس بدأت أشوف موضوع هذا ساعدني مع أولادي. أنا عايشة في غربة في جالية عربية الآن في ماليزيا، أتكلم على ماليزيا كبيرة، في طلاب من دول عربية كثيرة عندهم مشاكل من الانتحار من الإدمان من حاب أسوي شيء حاب أسوي أثر. اللي قدرت عليه وصل عقلي لأنه أسوي صالون ثقافي في البيت، بدأت عندي في البيت حقيقة شفت الناس تتغير قدام عيني، في من سني في من سن بناتي وأولادي تمام، وما حقول هم بيتغيروا أنا لا، أحيانا مهم تحط الناس في بيئة داعمة الانفايرمنت كلها بتقولهم ارفع نفسك ساعد نفسك. انا بشوف هذا داعم بشوف هذا داعم وانا في مكان ما حد بيحكم علي بقول مشاكلي وما حد بيحكم علي، ما في حد مننا متخصص كلنا بنفهم وكلنا بنلقى الاثر وبنحس في فائده. طبعا انا ليش جيت متحمس لما قلت لك انه انا جايه ماليزيا خصيصا لان شفت الانستغرام وبنتي ساكنه في جده يعني مستقره هنا زهره، ف يعني شافت فايبس قلت انا حابه استلهم اكثر، انت اوريدي قد خطيتوا قدام وحابه يعني الناس اللي زي هكذا بيقولوا يلموا على بعض بتكوني مجال طاقي، خلينا نقول الناس اللي يعني بيتكلموا في الطاقه وبيؤمنوا في الطاقه انه نسوي شيء نساعد انفسنا ونساعد غيرنا. احنا كنا بنات واحنا امهات وبناتنا راح يكونوا امهات. بس وهذا مطالبي. أمل شكراً أولاً على شجاعتك وصراحتك، مو أي أحد يقدر يوقف هنا ويقول الكلام اللي قلتيه فحقيقي صراحة. سؤالي كان بالنسبة لما قلتي على الكتاب، قلتي كان مرة صعب عليك إن أنت مثلاً صعب عليك إنك تلتزمي بكان بأي شيء أو تكون بأي عمل، فبس ما شاء الله إنك تنتجي الكتاب أو يطلع هذا الإنجاز، فأكيد يعني كان عندك موتيفيشن أو كان عندك طريقة أنت تبعتيها لما طلع الكتاب، وكلنا عندنا بروجكتس نفسها بنشتغل عليها وتطلع. فايش الشيء صراحة أكثر شيء اللي شجعك أو الطريقة أو الرسم السحري؟ شكراً على السؤال. أول شيء استخدمت أخطأ طريقة في العالم المخدرات، صرت أروح أخذ كونسرت أدرال عساس أن بزعمي أقدر أنتج، وصرت أكتب بس لما أخلص وهذا أقوله لكل الفنانين أو أي شخص مبدع أو أي شيء، لا تخدعك الدرجز انها تساعدك في الكرياتيفيتي، هتعمل فيك حركه مره سيئه انك ما عاد تفقد ثقتك في موهبتك ولا تقدر اساسا تشتغل الا لما اوكي انا اذا اخذت هذا اليوم تعتمد. وصلت لمرحله يعني كنت اربط رجلي في المكتب، رجل مكتب الطاوله عشان ما اقوم. ليش؟ لاني انا قعدت 4 سنين واقول لك لاهلي اعطوني سنه. الموتيفيشن كان بصراحة أنا إلى الآن ما أقدر أقول أنا راوية، في تجربتي الثانية
هعرف لأني ما خنت الخيال كثير، كانت تجربة مخاض موجة وطلع بس never give up. يعني أنا تعرف بديت أكتب الدرافت، أي لو أوريك أول درافت والله ما تصدقي إنه أتألق شوي. never give up. لو إيش إن شاء الله حجرتي 8 شهور 9 شهور just يعني خذي، إذا 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 الكتاب عندك ما شاء الله احترافية يعني. ف شفت 2017 احنا نشوف 2018 يعني متى طلع الكتاب يعني. وبعدين يأست ونرفض من كذا مكان. شغلة الانسبريشن والالهام والاشياء هذه شوفي اي بليف ان ات، بس بصراحة تجي مجرد ما اقعد على المكتب وافتح تجي اوقات اقعد اشخمط عرفتي. ف نيفر جيف اب، ات تيكس تايم، اتس هارد. انا بالنسبة لي كان صعب 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 جدا لأني للأسف ما أعرف أكتب إلا إذا كنت زعلانة، فأروح أضارب وقعد مع أحد أو شيء عرفتي. بس never drugs، خذوها مني خذوها مني. تجي تكتب، وصلت أطلب أشياء من أونلاين. شفتوا في فيلم هذا اسمه أنلمت، مو أنلمت، أنلمتس، من الغباء يعني الناس الأغبياء زيني. رحت طلبته، هو طبعا عمل له فورتشن دخلت يمكن حطاب الشيء هذا. أقعد 8 ساعات أحسها ساعة، بس بعدين مفكك أبو القصة. ما في الوحدة، ما في البنية، ما في ما أؤمن. أنا للأسف ما أؤمن كيف تكتب كيف تقرأ. أنا هذول الجماعة أحسهم تجاريين للأسف، سمي ما مو تجاريين مرة، ما أدري يمكن أخيه زيهم. شكرا لك عمل كثير، حضورك رائع صراحة. السؤال الاتهام كثير على موضوع الوالدين. الوالدين أنا كأم إذا جاني أحد من أولادي يعترف إنه هو بياخذ مخدرات أو إذا أنا شكيت، قولي لي أنا كبيرنت إيش المفروض إن أنا أتصرف تصرف صحيح؟ هي بصراحة وشي أنا ماني خبيرة، بس هذا من تجربتي أنا. إذا شيء عندي فيه تجربة أقوله، مثلا في الأب لأن ما عندي عيال ما أعرف، بس ممكن يكون حصلني مع جد وشخص تضرب. أيوة أنا أشوف تلجأ شخص مختص مختص، وغالبا يكون إكس آدكت هو الأقدر على إنه يفهم الآدكت نفسه. بس التعنيف الأشياء هذه يعني شوف، إذا للأسف للأسف إذا ما عنده الرغبة إنه يبطل حتتعبي مرة مرة كثير معاه. بلس أنا أكثر 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 شيء ساعدني 12 steps program، وموجودة هنا عندنا في مكان اسمه معبر. ممكن ياخذ ابنه يروح يدرس زي الجروب ثيرابي. الجروب ثيرابي هو اللي خلاني يصير عندي عزاء جماعي وأطلع من ذاتي يعني. فتلزق المختصين حاليا للأسف أكثر مكان فيه إدمان وفي أمراض نفسية، وأقل مكان فيه institutions نافعة. بس في محل اسمه معبر، في اللي هي 12 خطوة تتصل في رقم الحين. أحسن حاجة إنه يكونوا مختصين والله يعين يعني. it's a long journey يعني. نعم لا العنف ما أعرفه طبعاً يحرق الدم يعني الواحد بده يعني I know how it feels يعني. بس فممكن أنا أحرك هنا أرقام لأشخاص مختصين، وأي أحد يحتاجها يتفضلها. سمي تكلمت عن أونلاين كوتشنج؟ لا أنا لا أنا قاعد أخذ أونلاين شيء كورس، بحاول أصير إيجابية يعني شوية ألبس أبيض وكذا أشياء عرفت. دكتور جو دسبانزا بس بدأ يخسرني يا جماعة. لما تخيلوا في ناس عندهم MS وقفوا مشيوا، واحدة عندها كانسر عرفت نفسها تاخذوا حقيقي وعالج نفسه كان ما يمشي. هو الكلام كبير بس الكورس غالي فحسيته حقيقي عرفت. أنا ناس تفضل كمان سؤالين. السلام عليكم، شكرا على لقائك الجيد. أول شيء كنت بسألك على مدى جدية البلد عندنا في السعودية المجال هذا والطب هذا تحديدا في البلد عندنا. قبل كم شهر حصلت لي
حاجة خطيبتك قالت انت مجنون روح تعالج وسابتني ومشيت، فرحت السكة هذه اللي بتقول عليها. اول واحدة الدكتور رحتها اكتشفت انها بيعت مخدرات، ثاني واحدة اكتشفت انها بتحاول تسوي صداقة اكثر ما انها بتفكر بطريقة علاجية، ثالث واحد عنده أجندة بيسويها زي السكجول منتجات بيبيعها في مكتبه بيخلينا نخش فيها كورسات. وهذا أكيد في ناس كويسين بس بيكونوا مشغولين، هذول بيكونوا خبرة وعالم كبيرين في السن بيجوا على تفكير عصرا بيتعبوا شوي ولا ما بيعرفوا يجملوا معنا. هل عندك أي توجهات ولا عندك أي أهداف طول الشيء ده عندنا هنا في البلد او تزيد الوعي للناس بخصوص هذا الشيء من الناحيه الطبيه؟ اول شيء انا صراحه دكتور ثاني معلومه تراك ممدوح يعني باختصار يا جماعه هذه مشكله قائمه فانه مين الدكتور؟ اي ما نقدر نسوي دعايه. ايش تعمل؟ هو في ثيرابيست وفي سايكايترست. الاول الواحد يروح للسايكايترست عشان يشخصه، وطبعا لا تاخذ تشخيص من اول جلسه، وحتى يعني لازم ندور للاسف. يعني شوف احنا نبغى نبني ثقافه لو على الاقل للخمسة عشر سنين قدام اللي جايه. بعد هذا انا حاطيك على اذا شايفني زين بعطيك دكتور يعني. Okay, I'm going to speak. Go ahead. تقريباً النقطة اللي بيقولها I'm a senior, med student, but a fresh graduate and I think a future psychiatrist. الديماند عندنا في البلد مرة عالي. والناس اللي بتتخرج ما بتفكر في psychiatry لأنه أساساً المجتمع اللي برا اللي هم عندهم أمراض نفسية وما بيروح الدكاترة النفسيين حيقولوا أنت بتروح مع المجانين عشان تصير مجنون زيهم. والمجتمع ما هو متقبل فكرة إن الواحد يروح عند دكتور نفسي. طب أنا عندي مشكلة ليش أروح أفضفض لصاحبي اللي ما عنده خبرة علمية إنه يساعدني بدل ما أروح عند دكتور واحد إنسان فاهم وهي ما يجيب لي سبستنس أدوية علاجات من جد تهدي الهرمونات الإيموشنال يعني ستورم اللي عندي من 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 هذه النواحي. ف يعني قبل ما نروح نفكر إنه الأطباء المديسن الناس الكبيرة ترى it's a whole community mission يعني لأنه كلنا لازم نبدأ مع بعض إنه ترى it's okay. طب ليش ما أنا بدل ما أفكر أكون كارديولوجيست ولا أكون دكتور قلب ولا جراح عظيم؟ طب ترى الناس اللي if I'm here to save a life طب you have a mission. ترى هذول الناس اللي they're suiciding every day بالأمانت الرهيب هذا. So why don't I fix it for them? غير إنه المجتمع ما هو متقبل وفي شوية ضغط ديني في ناس ما هم فاهمين الفكرة بشكل واضح من جوانب كبيرة جدا especially the mothers fathers والجيل القديم. في كلام يعني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب إذا تبغى من جانب دين قال لا تربوا أبنائكم على عاداتكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم. ف يعني إذا حنجيبها من ناحية دينية it makes sense، من ناحية مجتمع it makes sense. It's just the click the key to start the whole mission يعني as a community. So that's it يعني. يعني أنا كان عندي ستريس وقت رمضان فكان كنت أبغى أكون لحالي ما أبغى أشوف ولا أحد. كل الناس كانت تقول لي هذا قل إيمان مو حصل التراويح أنت ما بتصلي. طب أنا بصلي بس أنت ما صلي تراويح. طب التراويح أصلا يعني كانت سنة. فأول ما يحس إن الإنسان عنده مشكلة نفسية يقولوا له أنت ما بتصلي أنت بعيد عن ربنا it's different مرة مختلفة تماما. فهذه مشكلة جدا كبيرة في المجتمع. لما تقريبا بالصف السادس كذا يا دوب اقنعت اهلي انه انا عندي ديبرشن رحت دكتور نفساني الله يعينه ولا
انه اول ما دخلت عليه قلت له عن الحاله اللي انا فيها وانا كنت قاعد ارجو من الحقيقه اللي انا كنت قاعد اقولها عشان انا ما قلت لاي احد. هو قال لي انه انت اطلع برا خلي امك تخش. لما امي دخلت بعدين ناداني الدكتور في الغرفه. الدكتور يقول لي انه انت تمثل انت ما فيك شيء اصلا انت امك حقك تيجي عندي وتتعالج قدام امي. ها؟ وعطاني ادويه بس الادويه بس كانت خلاني انام عشان انا ما كنت انام. انا طول الليل كنت اجلس وارفع. انا كان ما فيني عشان زي كذا تشوفوني نحيفه الحين. فلما انا طلعت من هنا اكتشفت والله جاني انه خلاص ابغى اروح وانتحر. العالم هذه جالسه تشوفني انه انا كذاب. انا لما يعدوك جيت اقنعت اهلي قلت لهم انه انا عندي مرض نفسي ولما رحت هناك ما عالجوني فانا ايش استفدت يعني في النهايه؟ طيب شوفوا انا مش حابلكم تجربتي باختصار شديد. هو الموضوع يعني ابعاده كثير كثير كبيره. انا احس من تبدا بنشر الثقافه هذه وعدم ارتباطها بالدين والدكاتره. بس انا ما حصلت دكتوري من اول مره ولا ثاني مره. بعدين الادويه يا جماعه كثير ناس تاخذ الدواء اول ثلاث ايام تقول تعبني بعد كم يوم حيبدا الدواء يريحك. انا يعني مرت علي كل الادويه. انا انسانه اشكر كل دكتور. انا من غير ادويه ما اعرف يمكن كنت حكون في سريري. فلا تيأس دور على الدكتور الكويس. يعني مو من تجربه واحده وكيف انا بالمعنى اسمع كلامه يعني جرب لان ما عليها ادمان. ترى الادويه نوعين جدوليه المفروض الدكاتره يحكوا هذا الحكي. ادويه فيها ناركوتك والادويه الثانيه ما فيها ناركوتك. زي ما تركتها تقدر تتركها ببساطه يعني. بس عندي اضافه على النقطه اللي شويه دافوره عن نفس انا. طيب اولا زي ما قالت امل الشوبينج فور دكتور زي ما بنروح ندور دكتور اسنان يريحنا ونسال الدكتور قبل ما نروح له انت فن دارس بالذات في علم النفس من فن الترخيص تبعك من فن تدريبك ونتاكد انه بيشتغل مع زي ما قلتي امل في تجربتك في جروب كوتشنج وفي ادويه مو بس دواء فالاثنين يساندوا بعض. العلاج بالكلام 60% وتقريبا الادويه 40% فلازم يعني يكون في تعاون بين العلاجين انه مو بس نعتمد على طبعا مره سهل الادويه نعتمد عليها اكثر بس مره مهم كمان الجلسات والكلام لانه هذه كمان تعزز في الجلسات العلاجيه حتى في الون تو ون تعزز العلاج انه يستمر. هذه يعني هذه بس حبيت انه عفوا بس انا ما في جروب سيلفي هنا لمثلا لفقدوا ابناء للمنفصلات ما عندنا هذا الشيء في الان وبدا ولازم احد يدور عليه. يعني مثلا انا اعرف سنجل مذرز جروب اعرف بعد الطلاق اعرف الامهات اللي ما يقدروا ينجبوا اعرف يعني كذا شيء بس مبادرات ذات يعني شخصيه هم لازم يكون معاهم احد بروفيشنال زي المفروض هم بيدوروا على احد او واحد منهم بياخذ تدريب وبيصير متخصص. بس اذا انتم من جد احد زي ما قلتي يعني احد عنده تجربه اكس وات ايفر اكس عندك تجربه معينه وحابب انك ممكن تلاقي احد يدير الجلسات. وزي ما قلتي في معبر في كذا مركز دحين جداد بس مره مهم انه احنا نكون مريض ذكي او مريض مسؤول زي اي احد ثاني. لما اروح دكتور سكري ودكتور باطنه بروح بالمكان المرتب يعني اتاكد من العلاج او اتاكد من الكلام وقبل ما اخذ شيء اتاكد من الكلام يعني زي كاني داخله عمليه اكيد حاسال كذا راي قبل ما انه اقرر ايش اللي حسويه. قاعدين نبني ثقافه جديده احنا هذه نقطه مره مهمه. يعني في وحده كاتبه اسمها بريني براون في امريكا تقول انه ثقافه امها وابوها عكست عليها وهي دحين بتطور مع اولادها. فهي بتقول لو ابوي وامي ما بداوا العلاج من انا وطفله النفسي وكيف يعني يضبطوا ما كانت هي قدرت تضبط مع اولادها. فزي ما قلتي هو ياخذ اجيال وياخذ وقت وياخذ يعني شغل يومي اللي هو قليل بس مستمر يعني ايوه. بس ناخذ اخر شيء عشان امل لازم تمشي بعد
طبعا انا بس من غير ما اطول انا اللي اعرف انه في بعض الادويه النفسيه مثلا اللي تعالج الدبريشن في لها مضاعفات جانبيه بتكون بسيطه يعني مثلا زي الهزه اليد زي بس من غير ما اطول في الكلام انا لاني اساسا استاذه فكان عندي واحده من طالباتي بتتعالج من عندها دبريشن مره عالي فكانت تاخذ ادويه بتسبب لها هذه المضاعفات فكانت فتره كذا وقفت الادويه وانعكس هذا الشيء على حالتها لما سالتها كذا بشكل مباشر انه ليه وقفتي قالت لي شوفي تعليقات البنات انه انت بس تهزي احنا ما نبغى نجلس جنبك فهذه حاجه احنا كيف ممكن نخلي طبعا هي اثرت عليها وقالت خلاص انا ما راح اخذ فاحنا كيف ممكن نخلي طبعا هذه ترجع للنضج برضه هي عمرها 18 سنه اشوف انه وما كانت متقبله فكره انه انا اروح واتعالج ففي نفس الوقت بتلاقي تعليقات من ذا النوع مهما كانت بسيطه ممكن تاثر عليها الشاهد في الموضوع احنا كيف نخلي الناس تنشطف نبدا مبادره نبدا مبادره اكيد في مبادرات كثيره هنا طيب بس كده وي باتم لاين عشان الوقت معلش مين اللي كانت بتسأل عن كيف تتصرف مع ولدها لو كان ممكن ولا كيف تتصرف طيب حختصر الموضوع بس انه يعني واحدة من الانترنس اللي عندي سايكولوجي وكيف تتعامل مع الناس تربوي والاشياء هذه فأحس إنه أول شيء إنه لازم تتقبلي الإيمن إنه هو قرر إنه يجرب الشيء ده. ثاني شيء وأخطر شيء إنكم تقولوا له إنه لا تسوي ده الشيء في البيت إنه حيطلع في الشارع حيتعرض لخطر إنه يسوي الموضوع هذا. مهمتنا إحنا لو يعني أو مهمة الآباء إنه ما يفرضوا أفكارهم أو على الأبناء إنه هم يوجهوهم يفهمون إن هذا الشيء غلط. وإنه ضارب الصحة كده بس إنه في النهاية ما يقدر يجبروهم و يعني يكونوا كيف أقول يعني متسلطين عليهم ومعصبين عليهم المفروض ما يتعرضوا الشيء ده ف يعني طب صحيح احنا يعني زي ما قلت ان شاء الله يا رب نحتاج بس مراكز كثيره نشط ثقافه جروب سربي لانه المواضيع منتشره عندنا معلش اوكي ربان كده ربان السفينه ما أعرف كيف أوصل السؤال تقريبا أنا بيني وبين أبوي تقريبا بين 40 سنة في مجموعة كبيرة ما أعرف أتعامل مع أبويا من أنا صغير زي ما يقولي رسم لي طريق تبى تسلك طريق ثاني أنت خطأ أنت حرام تسوي ما ينفع كده الناس يجي يقولوا أتضارب مع أمي يومين عشان شعري شعرك طويل ايش الناس يقول علينا انت ما انت متربي الكلام ده انا فعليا لو ابوي يعرف اخر انا لي من اول ابتدائي لين الثاني ما اخرج من بيتي مسجد اصحابي بدات اشوفهم من الثانويه بدات جاي بالعافيه ثانويه زي ما يقول ارسم لي طريق تسلك الطريق الثاني تعال بس هذا بوينت يعني هو بحث كتابي صح بحث كتابي ممكن أقول لك شيء لا أنا من تجربة أنا يعني عشان طبعا الطرق اللي سلمتها أنا حتى باب مفتاح معدي أنا سويت فيلم من غير ما أقول له أهلي بس لما أخذ الفيلم جائزة أحسن فيلم قصير في دبي انجح في طريقة حيصفحوا لك لو ايش ما سويت وانت ناجح فدخل من اذن وامشي من الثانية وانا عن تجربتي لانه اهلي مرة مرة صعب مرة شكرا امل انت رائعة والهمتينا واسم على مسمى مرة شكرا ليكي دورنا الصلاة وبس بس 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 بس
صراحة وين أمي ما يعني تعزمنا وليها الولد عفوا شكرا لك حقيقي كانت شجاعة فهذا أثرك اللي خلقتيه في الغرفة شكرا لكل أحد اليوم أتكلم بقلب شجاعة من جد يعني مرة مهم صوتكم ومرة أثرتوا فينا وحتأثروا بنغير مع بعض خطوة خطوة التغيير ياخذ زي ما عملتي إكزامبل فشكرا وإن شاء الله كلنا نكون إكزامبلز إن شاء الله أدعم المبادرات هذه بإذن الله والله اللي عنده أي شيء يعني يسألني وأقدر نرتب شيء طيب حابة فين الفولنتيرز ترى كريتيف مورنينجز من غير المتطوعين ما يعني ما نقدر نعمله فمرة شكرا ربان أبغى أحكي قصة ربان كان يجي كل إيفنت ويقول أبغى أتطوع كان ممكن عندنا 15 متطوع ونقول له لا مشغولين وكان يجي وكان يساعد حتى كنا نقول له طب ما نقدر يعني تكون معانا في الجروب بس إذا أي شيء نحتاجه ومن جد أثبت نفسك فكلامك صح يعني أنت شوف الشيء اللي نفسك فيه بالإصرار ومع الوقت ما شاء الله تبارك الله وأنت يعني حتى من غير ما نقول يعني بتسوي العرض من غير ما حد يطلب منك طيب احنا عادة يكون عندنا 2 minutes نفتح المجال لأي أحد عنده طلب أو شيء يحتاجه من بعض إذا عندكم شيء بزنس بوست أي شيء تقدروا تجوا ويعني وحنحطه على السوشيال ميديا حقنا فاطمة فهنك فاطمة المسؤولة سو إذا عندكم شيء تبوا تنشروه فاطمة حتاخذ منكم الاسم الأكاونت ونعمل له ريبوست كريتيف مورنينجز تقريبا في 7000 متابع وإيش كمان قبل ما أوكي تعرفوا مساحة زها I posted أمس عنه إذا تعرفوا أحد أيوة في كتير ناس بيسألوا بس إذا تعرفوا أحد يقدر يتواصلوا معايا بس عشان التفاصيل this is my part إذا أحد تاني يبغى أوكي سؤال لو إنسان مثلا عندي سؤال مثلا شركة مثلا ستارت اب رحت الناس المتخصصه في ذا المجال في الشغل عندهم يعني شيء ناجح وكذا يعرفوا يعني عندهم مهارات فيقدروا يدعموك ويدوك هذه المهارات يساعدوك فيها احد ثاني سؤال ثاني بس انا اعرف كيف انا حسيت انه we talked about crafting ourselves and احنا we think of craft as a product بس it doesn't have to be بالعكس احنا اللي مره عجبنا اليوم في امل انه الحوار او اللي مو بس crafting ourselves crafting our communities together فمره عجبتني صراحه لما انت بتتكلمي في الاخير لاحظت الايمج عامله واحد الستريتر اسمه همالي بداليا ما ادري اذا بقول الاسم صح مره عجبني كيف انه في كذا an opening او انه sometimes تحت الخبايا يكون في يعني في الجوهر الحل او الكرافت تبعنا بس ما يكون ظاهر لنا ما ادري عندكم برسبكتيف ثاني يعني يا لا there's something I want to say يا في كلمة قالتها أمل في بداية التوك انه if she can save one life she'll be really happy yes. but I had an experience in my life بأنه خسرت أخو for kidney failure أخوي الثاني تعب بعد في نفس السيناريو kidney failure أحتاج أنه يزرع twice مرة من أمي ومرة مني كمية الناس اللي محتاجة متبرعين في يعني on hold في list في المستشفيات it's almost 2,000 to 5,000 in each hospital بينما the human body You can save almost from 8 up to 10 lives. You have 2 kidneys, lungs, a regenerated liver, a heart. كل هذه الأشياء تمديك تحيي بيها أرواح. أنت بعد الوفاة ما تحتاج
you go through the beautiful experience I went through, but and you can do it. But. عارفين مو بس ترى في العالم العربي حتى عالميا في استجمع للمنتل ألنس دائما فرصك حتقل في العمل في إنك تلقى بارتنر في أي شيء وما أدري ليش ما نقدر نكون حقيقيين أعتقد هو موضوع الزواج السبب لازم تتزوج فلازم تكون إنسان مرتب كذا يعني صراحة الزيف تعبنا بس طيب اللي تزوج وخلاص يعني فكوا يا جماعة هو حقيقي مرة مرة شكرا قدروا برضو نعمل مينجلينج وموجودين وفي كوفي وفي مويه وأما كنت استأذن أنا مرة أشف والله عندي موعد طيب شكرا